بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. ما زلنا في تفسير قول الله، أو في تفسير سورة آل عمران التي نزلت تقريعا وتوبيخا لأهل الكتاب بصفة عامة من اليهود والنصارى، ولوفد النصارى من نجران. قلنا أن نجران دي في جنوب غرب الجزيرة العربية. جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 9 ليحاجوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى عليه السلام، عندما سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على عيسى أنه عبد الله ورسوله وليس ابن الله. قال له: ماذا تقول في صاحبنا؟ فنزلت سورة آل عمران بالحجة والبينة. وقلنا أن هم الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم المباهلة ورفضوا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ورفضوا المباهلة لعلمهم بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو خرجوا لماتوا جميعا، أو لاحترقوا، أو حتى الطير على الشجر. وقلنا إن المباهلة دي موجودة في كتب أهل الكتاب. يعني نخرج إلى البيداء ونجرأ إلى الله سبحانه وتعالى باستنزال اللعنات على الكاذب. يعني كل واحد يطلع بزوجته أولاده بهيمه وندعو الله سبحانه وتعالى أن تنزل اللعنة على الكاذب الكذاب منه. فرفضوا وخافوا وعلموا أنهم سيهلكوا إذا فعلوا ذلك، سيهلكون إذا فعلوا ذلك. صلحوا الرسول صلى الله عليه وسلم على دفع الجزية 1000 حلة من الذهب، أو ألف أو ألف أو 2000 من رؤوس الغنم في كل عام، حسب أو على اختلاف الأقاويل. الآيات التي سنتكلم عنها اليوم: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. القنطار هو الشيء الذي لا يحصى. يعني لو عايز تتكلم، عايز تقول على شيء أموال كثيرة جدا لا تحصى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، تقول قنطار. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة بيضرب بمثل بالقنطار، إن هو أشياء حتى في السنة. والقرآن يفسر بعضه بعضا، في سورة النساء بيقول إيه: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. يعني لو اديت إحدى النساء قنطار، يعني ما لا يحصى من المال، ودخلت بيها واستمتعت بيها، لا يجوز لك أن تسترد هذا المهر بما استحللت من فرجها. فالقنطار شيء الذي لا يحصى. يبقى من أهل الكتاب في بعض الناس قلة عندهم تقوى، لو اديته مليار جنيه هيرجعه لك. ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ومنهم من يطمع في الخسيس الدنيء من المال، يعني لو اديته 10 جنيهات مثلا يخونك في هذه ال10 جنيهات. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني إيه ما دمت عليه قائمة؟ قائما أي مطالبا، إلا ما ظللت عليه مطالبا له ليل نهار، أو مواظبا في الطلب. بمعنى أصح، ما دمت عليه قائما يعني واقف على دماغه ليل نهار، عمال تقول له: اديني فلوس اديني فلوس اديني فلوس، غير كده مش هتاخد منه حاجة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى باين السبب: إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين هم العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. فإحنا عند إحنا في كتب أهل الكتاب، أو عند أهل الكتاب اسمنا أميين، نسمى أميون.
هما بيقولوا ان اي حد خارج اهل الكتاب اسمه امي، فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه، وقالوا ليس علينا في الاميين سبيل، اي ليس علينا في العرب او في المسلمين اسم اذا اكلنا اموالهم وسفكنا دماءهم واستحللنا فروجهم. حتى ان يعني بعض العلماء بيقول لك ايه، بعض العلماء يقول لك ان يجوز انك تعمل فطيره بدم ولحم المسلم، تقتله وتقطع لحمه وتمزج اللحم ده بالدم وتخلطه بالدقيق وتعمل فطيره تاكلها. انظروا لاي حد يبغضون المسلمين هما، فده في الشرع بتاعه عندهم انهم ليس علينا في الاميين سبيل. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذب اعداء الله، ما من شيء في الجاهليه الا هو تحت قدمي هاتين، الا الامانه فانها مؤداه الى البر والفجر. مش معنى ان في انسان فاجر في بينك وبينه خصومه انك تخونه في المال، لا يجوز شرعا، حتى لو كنت انت على حق وهو على باطل، الا في حرب شرعيه يكون فيها اسرى يكون فيها غنائم، لكن بره الحرب لا. لذلك ده الفرق بين بيننا وبينهم. زيك عبد الله بن عباس بيقول ايه، اذا ادى اهل الكتاب الجزيه لا تحل لكم اموالهم الا بطيب نفس منهم. مادام ادوا الجزيه خلاص لا يجوز لك ان تاخذ اكثر من الجزيه، لا يجوز لك ان تسفك دماءهم او تستحل اموالهم افرجهم الا اموالهم الا بحقها. يعني اذا قتل حد منا، اذا قتل يكون في حكم، لكن غير كده لا. ف ومنهم من انت منه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما، ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، اي ليس علينا في العرب المسلمين او في العرب بصفه عامه اسم اذا استحللنا فروجهم واكلنا اموالهم وسفكنا دماءهم. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، اي ليس هذا في شرع الله سبحانه وتعالى، وليس هذا موجودا في التوراه والانجيل، لكنهم ادعوا ذلك كذبا. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذب اعداء الله، ما من شيء في الجاهليه الا هو تحت قدمي الا الامانه مؤداه الى البر والفجر. بلى من اوفى بعهده واتقى، فان الله. لماذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى بلى؟ يرد عليهم. هم يقولون ليس علينا في الاميين سبيل، هنا ليس دي فيها نفي. لذلك انا قلت لحضراتكم قبل كده، لو انا سالتك بالنفي قلت لك بالاثبات قلت لك ارايت فلانا، اذا ان كنت رايته ستقول لي نعم رايته، ان كنت لم تره ستقول لي لم اره. لكن اذا سالتك قلت لك ألم ترى فلانا ستقول لي بلى رأيته أو نعم لم أراه. يبقى إذن لا هنا لما يكون السؤال بالنفي يبقى الإجابة بتبقى يما بلى يما بنعم، مفيش لا خالص. بعدما أنا بسألك بالنفي، لا دي في الإجابة متبقاش موجودة. يبقى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال بلى، بنينا في حذف بلى، كذب اعداء الله، بل عليهم في الاميين سبيل، بل عليهم في العرب اسم عظيم عندما يستحلون اموالهم ويسفكون دماءهم. ليس الامر كما يقولون هؤلاء الكذابون انهم ليس عليهم اسم في استحلال دماء وفروج المسلمين. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى بلى من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أي ليس الأمر كما يقولون، بل عليهم بالوفاء بالعهد إذا عاهدوا أخذوا مالا من المسلمين، وجب عليهم أداء الأمانة، وليس كما يقولون أنه ليس عليهم. فبلى من أوفى بعهده واتقى، يبقى إذن حتى تكون تقيا يجب عليك أن توفي بالأمانة. إذن الخائن ليس تقي. يبقى إذن في تعريب أهل الكتاب أنهم ليسوا أتقياء بل هم فجارا، لأنهم يستحلون دماء المسلمين كذبا بأن ذلك حلال لهم. ذلك قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ثم قال سبحانه وتعالى عهده هنا الهاء عايدة على إيه؟
اما انها تكون عايده على الشخص نفسه، اي اوفى الشخص هذا اوفى بعهده مع الله، او اوفى بعهد الله عليه. لا صح انها اوفى بعهد الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اخذ المواثيق والعهود على اهل الكتاب فنقضوا هذه المواثيق جميعا. فيقال هذه الايه نزلت في اقوام اقواما في نزلت في اقوام من اهل الكتاب في المدينه كانوا بايعوا اناسا من المسلمين قبل الاسلام، يعني ناس من الانصار قبل ان يخشوا الاسلام، ربما يكونوا كانوا من الاوس والخزرج لانهم كانوا يعيشون في المدينه. ف طبعا الناس كانت بتشتري بالدين وبالاجل، فاشتروا منهم بائعة او شيء. عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه ودخلوا في الاسلام طلبوهم طلبوا هؤلاء اهل الكتاب بالمال، قال لهم ادونا اعطونا حقنا في المال، فقالوا لهم لا، انتم دخلتم في الاسلام وليس لك ليس لكم عندنا شيء، اموالكم حلال لنا. فلذا قال الله سبحانه وتعالى من اهل ومن اهل الكتاب من انتم. اذا دول يبقى دي نزلت في اقوام خانوا العهد من اهل الكتاب مع ناس لم يكونوا مسلمين قبل الاسلام، ربما كانوا من الانصار. عندما جاء الاسلام دخلوا في الاسلام استحلوا هذه الاموال ولم يردوا ما عليهم من ديون، فلزق فيهم قول الله سبحانه وتعالى بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا معذبهم الاليم. طبعا اهل الكتاب خانوا العهد في مواطن كثيره جدا. هقول لحضرتكم بعض هذه المواطن او المواطن التي ذمهم الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيره في مواطن كثيره في القران. واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. نقضوا العهد والميثاق اولا بالتوحيد بالله سبحانه وتعالى باول، يبقى هم خانوا العهد في مواضع كثيره جدا. اول شيء رب العالمين سبحانه وتعالى اخذ علينا العهد والميثاق كلنا بالتوحيد الصحيح ونحن في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذا ربنا سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد جميعا ونحن في ظهر أبينا آدم، عبارة عن ذرات في ذرة، أخرج هذه الذرات وأنطقها سبحانه وتعالى بقدرته. كلنا اتكلمنا وإحنا في عالم الذر. وربنا سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد والميثاق. ألست بربكم؟ كلنا قلنا بلى. شوف كلمة بلى، مش لأن ربنا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، كلنا قلنا بلى. ذلك كل مولود يولد على الفطرة. على الإسلام، على التوحيد. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فيبقى هو أول عهد نقضوه الشرك والكفر. إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلى قبل. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فانظروا إلى نقض العهد والميثاق، سفكوا الدماء وكانوا يقاتلون بعضهم البعض، يوقعون بين الأوس والخزرج لأنهم كانوا تجار سلاح. بعدين فريق منهم يبقى مع الأوس وفريق منهم مع الخزرج ويقاتلوا بعض، يقاتلوا بعضهم البعض ويسفكون دماء بعضهم البعض. ثم بعد ذلك يفادون الأسر، فربنا بيسخر منهم بيقول لهم انتوا بتعملوا بعض الكتاب وتتعاملوا مع الدين كانه طماطم، تاخدوا اللي انتوا عايزينه وتسيبوا اللي انتوا عايزينه. يعني اكثر منهم خانوا سيدنا موسى، خانوا العهد مع سيدنا موسى وربنا سبحانه وتعالى ذمهم في هذا. لما
وجاوزنا بني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يعني بعد اللي انتوا شفتوه ده كله، ربنا ادى بني اسرائيل 9 ايات وغرق فرعون امامهم بعد كل هذا، وخرجوا على البحر شافوا الناس بتعبد اصنام، قال له يا موسى اجعل لنا صنم. بعد كل الايات العظيمه اللي انتوا شفتوها دي يا جهله، وتطلبوا انك عايزين تعبدوا صنم. طبعا اول سيدنا موسى عندما تركهم وذهب الى جبل الطور ليناجي رب العالمين سبحانه وتعالى، خانوا سيدنا موسى وعبدوا العجل. ذلك عندما رجع سيدنا موسى غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، عجلتم امر ربكم، والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. في ايه ثانيه في سوره فطال عليكم العهد فاخلفتم موعدي. اذا خانوا سيدنا موسى، ودي اول خيانه. وبعد كده توالت الخيانات ونقض العهد في كل شيء. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فخلف من بعدهم خلف، لما نوصل لهم جم بعد من بني اسرائيل بعد زمن موسى، وارثوا الكتاب اللي هم علماء بني اسرائيل، ياخذون عرض هذا الادنى وياتيهم عرض مثله ياخذوه، الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير، دار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون. يبقى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، علماء حفظوا التوراه والانجيل، ياخذون عرض هذا الادنى. لما بيجي عليهم عرض من الدنيا خسيس يبيعوا دينهم، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا خسيس، ويقولون سيغفر لنا ويكذبون على رب العالمين سبحانه وتعالى، وربنا هيغفر لنا. وياتيهم عرض مثله ياخذوه، بعدين يجي لهم عرض ثاني، مش بيقولوا انهم توبه غير نصوحه، توبه كاذبه. ياتيهم عرض ثاني او فتنه ثانيه يقعوا في فتنه وهكذا. يبقى اذن ربنا سبحانه وتعالى ذمهم في مواضع كثيره جدا. فويل للذين يكتبون الكتاب فبما في فويل للذين يكتبون الكتاب. بعدين يبقى اذن اول شيء نقضوا العهد بالتوحيد الصحيح. ثاني شيء نقضوا العهد بالاوامر وامرهم الله سبحانه وتعالى باشياء ونهاهم عن اشياء، فنقضوا العهود وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى. كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في سوره النساء فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، وجعلنا قلوبهم قاسيه، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا نصيبا من التوراة لم يعملوا به، فأغرينا بأنهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فقال سبحانه وتعالى في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إذا قبلوا الرشا، أكلوا الربا، ابتدعوا في دين الله ما ليس فيه، وده الحاجة الثالثة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذا نقضوا العهد بأنهم أن الله سبحانه وتعالى استحفظهم على كتاب الله فخانوا العهد وغيروا وبدلوا في كتاب الله. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فخانوا العهد وبدلوا وغيروا في دين الله سبحانه وتعالى. طبعا قلت لحضرتكم أمثلة كثيرة قبل ذلك، يعني كيف غيروا وبدلوا في كتاب الله. ابتدعوا أمر الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان فتركوا شهر رمضان وابتدعوا أياما أخرى يصومون فيها. طب شهر رمضان فرض على كل الأمم، تركوا شهر رمضان وابتدعوا أياما أخرى، بعدين غيروا في ماهية الصيام. يعني الصيام يحرم فيه الطعام والشراب والشهوة، استحلوا بعض أنواع الطعام، قالوا ناكل أكلات فيها زيت وما ناكلش لحوم ولا ألبان. وبعدين بدلوا حتى في عدد الأيام، يعني الصيام 30 يوم زودوا خلوه 40 بعدين خلوه 50. ليه؟ احد الاسقيف مرض فنذر ان 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 يصوم لله 10 ايام زياده على 30 يوم، فاتبعوه في ذلك وغيروا وبدلوا في دين الله. ف
كفروا بالله سبحانه وتعالى واشركوا بالله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، ان يفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اذا كل هذا نقض للعهد نقض العهد والميثاق. ف اخذ الله عليه الصلاه والسلام العهد والميثاق ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وامر كل نبي من الانبياء ان يبشر من معه من اتباعه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وان يامرهم انه اذا بعث محمد فيهم ان يؤمنوا به. نقض العهد. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال اقررتم اخذتم على ذلكم اسري، قالوا اقررنا، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. نقضوا العهد والميثاق، مع ان ربنا اخذ عليهم العهد والميثاق انهم يبلغوا ان في نبي اسمه محمد سياتي من بعدكم، اذا اتى وظهر يجب عليكم ان تؤمنوا به وتبلغوا الناس، واقروا بذلك، لكن ثم نقضوا العهد. فكل دي انواع من نقض العهد. توحيد، كفروا بالله سبحانه وتعالى واشركوا بالله اللي هو عيسى عليه السلام والعزير، تركوا العمل بكتاب الله، حرفوا في كتاب الله، كتموا صفة ونعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم حتى يصدوا الناس عن الدخول في الإسلام. كل هذا نقض للعهود والمواثيق التي أخذت عليه. تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى زي ما حنبين دلوقتي. طيب، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، إن الذين يشترون بعهد الله وبأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. الآيات ديت نزلت في لها أكثر من سبب قيل فيه، أو قيل أنها نزلت في أبي رافع وكنانة ابن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، بعد أن رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتحققوا من صدق نبوته، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إذن هم زي ما قلت لكم قبل كده، حيي بن أخطب وياسر بن أخطب كانوا من كبار علماء اليهود، فعندما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال أحدهم للآخر اذهب وانظر إلى هذا الرجل أهو الذي مكتوب في كتبنا أم لا، فذهب ثم رجع مكفهرا مسود الوجه، قال له أهو؟ قال نعم هو. قال لهم هو. ماذا تجد في قلبك؟ قال عداوته وبغضه ما حييت. يبقى إذن إقرار بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإصرار على الكفر وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله، لأن ربنا أخذ عليهم العهد وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني الواحد منهم ممكن يخطئ في ابنه في ابنه ولا يخطئ في الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رآه من بعيد يعرفه. فإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. طب ليه ربنا قال وبأيمانهم؟ لأن اليمين عهد. أنت عندما تقسم بالله سبحانه وتعالى على شيء، أنت أخذت نفسك على أنت عهدت الإنسان، الشخص اللي أنت بتتكلمه ده وأقسمت له بالله، أنت ربطت نفسك بعهد وميثاق غليظ، أنت حلفت بالله سبحانه وتعالى. فالآيات دي نزلت لها أكثر من سبب، قيل نزلت في الأشعث ابن قيس وخصم له. يقال ان الاشعث رضي الله عنه، اشعث بن قيس رضي الله عنه، كانت له قطعه ارض عند واحد يهودي، فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم او اختصم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن عند الاشعث بينه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هاتي بينتك، اعطيني بينتك. فقال له رسول الله ليس عندي بينه، والبينه تبقى 2 شهود عدول. فقال له اذا له يمينك، هخليه يحلف. فالأشعث قال له ايه؟ قال له اذا يحلف يا رسول الله وتضيع وتذهب ارضي، تذهب ارضي، يعني ارضي هتضيع، هيحلف واسهل انهم يحلفوا بالله الكذب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله
هو لقي الله تعالى هو عليه غضبان، وفي روايه فليتبوأ مقعده من النار. ويقال انها نزلت في امرؤ القيس. امرؤ القيس واحد من حضرموت، كان في بينهم خصومه، فكان له ارض عند الراجل بتاع حضرموت ده، فاختصم الى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لامرئ القيس، امرؤ القيس هات هات بينتك. قال له يعني قال له ما عنديش بينه. قال له يا رسول الله، يعني لو انا طلقتها له يعني والحق معي، فما لي ان تركته؟ قال له وانا اعلم انها حق. قال له لك الجنه، ضمنت الجنه. فقال له اشهدك يا رسول الله اني قد تركتها له، اني قد تركتها له. وقيل ان الاشعث رضي الله عنه كان في خصومه بينه وبين واحد على بئر، بس البئر دي كانت مع الاشعث. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي الرجل اللي هو المدعي، عندك بينه؟ فقالوا له لا. قالوا له شاهداك او يمينه. شاهداك يعني اثنين شهود عدول، او خليه يحلف، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث البينه على من ادعى واليمين على من انكر. البينه انت كمدعي لازم يكون معاك بينه. طب انت ما عندكش بينه، لان الاصل في ال في الاصل في 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 في, 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 في اي شخص البراءه. المتهم بريء حتى تثبت ادانته، او حتى تثبت ادانته. دي مقوله صحيحه وموافقه للشرع. فلازم قبل ما ترفع البينه لازم يكون معاك، لازم قبل ما تعرف ترفع دعوه لازم يكون عندك بينه. لو ما عندكش بينه يبقى المدعى عليه هيقسم. اذا طلب منه القسم سيقسم. ان اقسم انه ان المدعي كاذب خلاص يبقى ما لكش حاجه عنده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للاشعث للرجل الاخر شاهداك او يمينه. فالرجل اللي هو الثاني ده ما كانش عنده بينه. فقام الاشعث يقسم بالله، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره. فلما سمع الاشعث الايه، طبعا ان صحت هذه القوله ربما تكون المقوله الثانيه السابقه هي الاصح، لان الاشعث ده من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونظن باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير. وربما كان حدثته نفسه باكل مال هذا الرجل عندما نزلت هذه الايه، تاب ونزع عن المعصيه ورجع وارجع الارض. فقيل ان لما نزلت الايه ديت قال يا رسول الله اشهد انه صادق وارجع اليه الارض، وزاده حتى يعني يستبرئ لدين الله سبحانه وتعالى، يعني زادوا كثيرا عن الارض حتى يستبرئ لدين الله. فايا كانت المقوله، ف ربما تكون المقوله الاولى هي الصحيحه لسببين. اولا نظن الا الخير بالاشعث. ثانيا الخصومه كانت بينه وبين واحد يهودي، واليهودي كان عايز ياكل ارضه. واحنا بنتكلم دلوقتي على اليهود، يبقى الاصح ان يكون الكلام عن خيانه واحد يهودي لواحد مسلم عايز ياكل ارضه. يبقى اليهودي ده عايز ياكل ارض الاشعث، فقام يحلف. فربنا نزل سبحانه وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم. عهد الله احنا شرحناها، كل العهود والمواثيق اللي هم خانوها، وايمانهم ان هو كان عايز يحلف كذب بالكذب عشان ياكل ارض الاشعث رضي الله عنه. ويقال فنزلت هذه الايه، ويقال انها نزلت في مجادله بين اثنين في السوق. واحد كان بائع في السوق، فجاءوا يعني كان يقيم على سلعته في النهار، فلم يبيعها حتى الليل. فجاءه رجل يشتري من هذه السلعه بالليل، فقام يقسم بالله انه جاءه كذا وكذا من فيها من السعر، ولم يبيعها حتى يغلي ثمن هذا السعر. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم. طبعا المقوله الاولى هي الاصح او هي الاقرب لسياق الايات، لان الخصومه كانت بين الاشعث وواحد يهودي. واحنا بنتكلم دلوقتي على اهل الكتاب وعلى اليهود وعلى الكذب واليمين الفاجره، فده فاذا سياق الايات يعني تكون المقوله الاولى هي الاصح. ذلك عبد الله بن مسعود كان يقول كنا نرى من الذنب الذي لا يغفر يمين الصبر اذا فجر فيها صاحبها. يقسم بالله سبحانه وتعالى كاذبا
ليأكل أموال الناس. وده اللي عملته اليهود، تستحل أموال الناس بالكذب، يعني يكذبون وينصبون على الناس. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ابتدعوا في دين الله سك الغفران، من البدع الكثيرة. ابتدعوا في دين الله التحميم والجلد للزاني المحصن زي ما هنبين فيما بعد بإذن الله، وحذف الرجم. ايه سك الغفران ده؟ سك الغفران ده عبارة عن ايه؟ بيع التوبة. التوبة بتباع بالمال، وكل ذنب له ثمن. يروح المذنب يقعد على كرسي الاعتراف، يعترف للقسيس، يقول له: يا ابويا انا عملت كذا وعملت كذا، عايز اتوب، اعمل ايه؟ يقول له: الذنب الفلاني ده ثمنه كذا، الذنب الفلاني ده ثمنه كذا. يدفع الفلوس ويديله صك اسمه صك الغفران. لما ياخد الصك ده يبقى خلاص كده ضمن الجنه، ويبقى وكل ذنب له ثمن. السرقه لها ثمن، الزنا لها ثمن. طبعا هذه البدعه المذمومه، هذه الاكذوبه الفادحه بتدر عليهم اموال طائله مليارات، او بتدر على الكنيسه اموال طائله جدا. يعني مئات الناس بتذهب للكنائس كل يوم تعترف بذنوب وتشتري التوبه بالفلوس ويدوهم صك الغفران. لذلك قال: ان الذين ده كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فقال رب العالمين سبحانه وتعالى: الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره. طب وليه ربنا قال ثمن قليل؟ لان مهما كان كتير هو قليل بالنسبه لمتاع الاخره. لا يساوي لحظه واحده في جهنم، والعياذ بالله. لحظه واحده في جهنم ما تسواش ان انت تسرق الدنيا كلها. لو سرقت الدنيا بما عليها من اموال الدنيا جميعا لا تساوي لحظه واحده في جهنم. لذلك مهما كان المال ده كثير اللي هم الذين يسرقونه، فهو في الحقيقه هو متاع قليل. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: اولئك لا خلق الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. ثمن قليل مهما كان كثيرا فهو في متاع الدنيا قليل. لا خلاق لهم في الاخره. لا خلاق لهم اي لا حظ لهم، لا خير فيهم، لا خير لهم في الاخره. ليس لهم نصيب في الاخره، او لا وزن لهم في الاخره. لان كلمه خلاق جاء من خلقه، يعني هيبقى عامل زي هباء يوم القيامه لا وزن له. يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامه فيوزن فلا يزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضه والعياذ بالله. فاولئك لا خلاق لهم في الاخره، اي ليس لهم قيمه عند رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامه على الاطلاق. لا خلاق لهم في الاخره، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر اليهم يوم القيامه، ولا يزكيهم ولا معدم. طب يعني ايه لا يكلمهم الله؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى مش هيكلمهم؟ طب ما في طب ما ثابت في مواضع اخرى ان ربنا سبحانه وتعالى بيكلم الكفار. طب هو القران فيه تناقض؟ حاشا لله، حاشا لله. القران ليس فيه تناقض. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ان هذا الكتاب نزل يصدق بعضه بعضا، فلا تضربوا بعضه بعض، او لا تكذبوا بعضه بعض. كما قال عليه الصلاه والسلام: لا تضربوا سنتي بعضها ببعض. ما تاخدش الايات اللي في ظاهرها فيه تضاد او تناقض تقول ايات متناقضه، حاشا لله. القران والسنه فيها كلمات كثيره مجازيه. ما هو كلمه لا يكلمهم الله معناها ايه؟ طب ما ربنا كلمهم في مواضع كتير. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. سورة الطور، مش ربنا بيقول كده؟ هذه النار التي كنتم بها، أفسحر هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى هو يوبخهم. أفسحر هذا؟ شو أنتم كنتم بتقولوا على محمد ساحر؟ اللي أنتم شايفينه ده سحر قدامكم ولا حقيقة؟ أفسحر هذا أم أنتم؟ أم أنتم ولا أنت أمي؟ أدي كلامه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لما الكفار هيقولوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا هيرد عليهم ويقول لهم إيه؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. شوفوا كل ده كلامه،
ده ربنا ما بيكلمهم، مش هيكلم الكفار في الاخر، هيكلمهم. امال معناها، امال لا يكلمهم معناها ايه؟ اي لا يكلمهم كلاما طيبا، كل الكلام توبيخ وتقريع وسخريه وتهكم. فطبعا الكلام اللي زي ده، يعني ان صح القول او صح التعبير، قلته بالنسبه لهم تبقى احسن، قلته تبقى احسن. يبقى اذا الكلام ده هيزيدهم الم، سيزيدهم الما فوق المهم. يبقى لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى، اي لا يكلمهم كلاما طيبا كما يكلم المؤمنين. لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه. لا ينظر اليهم لانهم هباء لا قيمه لهم. لان الله تعالى اذا نظر الى عبد ولو مره واحده لن يعذبه ابدا يوم القيامه. فالنظر عباره عن شمول بالرعايه والعنايه والحب. فعشان كده انت لما بتقول لواحد يعني يا اخي يا اخي بص لي، بص لي ولا مره، انظرني يعني انظر لي نظره، يعني اشمل لي، اشمل لي بنظره. يعني حتى احنا حتى في اللغه العاميه بتقول واحد، تقول له اشمل لي بنظره، لان النظره معناها اهتمام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لن ينظر، لن ينظر الى هؤلاء الناس يوم القيامه. ليه؟ لانهم لا يساوي، لا يساوون شيئا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. يعني ايه ولا يزكيهم؟ ايه هي التزكيه؟ التزكيه حاجه من الاثنين للمؤمن، حاجه من الاثنين، اما انها تكون ب ان الله سبحانه وتعالى يعني يذكر المؤمن بذنوبه. ما من مؤمن الا وسيكلمه الله يوم القيامه في كنف ليس بينه وبينه ترجمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فيقول له يا عبدي اتذكر يوم كذا وكذا وما فعلت ذنب كذا وكذا. بقى اذا ده تذكره بالذنوب. فدي تزكيه، لانه لن يدخل الجنه احد وعليه ذنوب ذنب. لا يمكن انسان يخش الجنه محملا بذنوب ابدا. لازم الانسان يخش الجنه طاهر تماما من الذنوب. طب احنا عملنا ذنوب كتير. فالناس يوم القيامه على اساس اصناف، او الحساب على اساس اصناف. في ناس اصحاب الدرجات العاليه جدا يدخلون الجنه بغير سبقه حساب ولا عذاب، لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان يوم القيامه. اصحاب البلاء، اصحاب الدرجات العاليه، يعني اهل البلاء، اهل الدرجات العليا من الجنه، يعني لن يوقفوا للحساب. وفي ناس هتوقف للحساب وتحاسب حساب يسير. ده عباره عن تمحيص الذنوب. هي دي اسمها تزكيه. يعني ايه تزكيه؟ التزكيه عباره عن طهاره. لذلك الزكاه بتسمى زكاه ليه؟ لانها فيها طهاره للمؤمن من الذنوب. انت لما بتطلع جزء من مالك وتزكي، انت بتطهر نفسك من المعاصي، فدي اسمها تزكيه. تزكيه طهاره. فلذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ولا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم. طب ليه لا يزكيهم؟ لان الذنوب اللي معاهم اللي هي الكفر والشرك بالله ليس لها لن تغفر ابدا. ليس لهم سبيل الى الجنه او الى المغفره باي حال من الاحوال. حتى ولو اخرجوا يعني ما يساوي الكره الارضيه كلها ذهبا لن تقبل منهم يوم القيامه. اذا ما فيش سبيل للتزكيه. معاهم ذنوب لا يمكن تشيل. يبقى اذا يبقى هي دي التزكيه. يبقى المؤمن بيزكى. اذا كان في ذنوب عاملها، حاجه من اثنين، اما ان هو اذا كانت حسناته اكتر من سيئاته بيوقف الحساب، ربنا سبحانه وتعالى يذكره بذنوبه لغايه ما يشعر او يظن انه سيدخل النار. بعدين بياخذ ربنا سبحانه وتعالى ياخذ منه كتابه ويتمحى هذه الذنوب تماما، ثم يعطى الكتاب مره اخرى فينظر في الكتاب فلا يجد اي ذنب. فيقول له رب العالمين سبحانه وتعالى في كنف، ربنا بيحاسبه في ستر وفي كنف بينه وبينه سبحانه وتعالى، ما حدش بيطلع. سترته عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك فاذهب وادخل الجنه. زي ما كنا قلنا قبل كده، فترفع الحجاب او الستر ده فيسجد سجده طويله لله سبحانه وتعالى، فتقول الناس هنيئا لهذا الرجل انه لم يفعل ذنبا واحدا في حياته، وهو ما يعرفوش انه عمل ذنوب كتير لكن ربنا غفر له. لكن هو ربنا زكاه، زكاه ازاي؟ بأهوال يوم القيامة، واقف في الحساب مستني وقلقان وخايف، والشمس فوق رؤوس العباد والناس هتنصهر في عرقها، وبعدين ربنا هيستوقفه ويذكره بالذنوب اللي عملها. دي كل دي تمحيص وتزكية.
او والعياذ بالله تكون ذنوبه اكتر من سيئاته فيقع في جهنم والعياذ بالله، ويدخل يدخلها فتره على قدر ذنوبه، يبقى ده دي تزكيه. يطلع من النار بعد كده يوضع في ماء او في 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 في, في نهر الحياه، يصبح رجلا اخر او انسانا اخر مؤهلا ليدخل الجنه. يبقى في الحاله ديت دي اسمها تزكيه. يبقى لو كان ذنوب كتير هيخش النار يتعذب لغايه ما يتطهر من الذنوب، ويبقى يتخلق من جديد، يبقى انسان تاني خالص ويخش الجنه طاهر من الذنوب. يبقى دي بقى اسمها تزكيه. اما الكافر الذي وجبت له النار خالدا مخلدا فيها ابدا فليس له تزكيه يوم القيامه. مش هيزكى خالص من الذنوب، وهيخش بهذه الذنوب وعمرها ومه ولم ولو وهيخلد في جهنم، وخلوده في النار ده مش هيزكيه برضه من الذنوب. مهما قعد في النار الذنوب دي هتفضل معاه خالدا مخلدا فيها ابدا، مهما قعد في النار مش لن يطهر من هذه الذنوب ابدا، يبقى ليس له تزكيه. يبقى دي معنى كلمه ولا يزكيه. ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. مره يقول اليم ومره يقول مهين. ليه؟ لان العذاب انواع، اما يكون إيلام بالجسد او يكون اهانه بالتقريع والتوبيخ، زي ما هيقول لابو جهل ذق انك انت العزيز الكريم. هو كان بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله يا محمد أو تتوعدني يا محمد فإنه والله ما لم يمشي بين لبتيها من هو أعز مني، أنا أكثر الناس عزة. فربنا سبحانه وتعالى هيسخر منه من القيامة، بيقول له ذق، عندما يعني يصب عليه المهل والحميم فيقال لأبي جهل ذق إنك أنت العزيز الكريم. مش أنت كنت بتقول نفسك عزيز كريم؟ إذا ده توبيخ، إذا ده عذاب نفسي، عذاب نفسي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مهين، يبقى في اهانه، يبقى عذاب، يبقى في الام عضوي والام نفسي. بعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول ان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب هم يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول يلوون السنتهم، منهم لفريقا، ده معناه ان مش كل من اهل الكتاب كده زي ما هنبين بعدين، لا، في منهم قله صالحه وقله دخلت في الاسلام. ومنهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب، يعني لتحسبوه من الكتاب، يقروه بطريقه معينه، يخلوه زي الشعر كده او في كلام عشان يخضعوا البسطاء السذج فيظنوا انه من كلام الله سبحانه وتعالى، هو ليس من كلام الله. طب ليه ربنا قال يلوون؟ بيلوي لسانه لان الالتواء، انت لما تعوز تسب انسان الالتواء ده عكس الفطره. لذلك انت لما تكون يعني عايز تكسر ذراع انسان او تقسم ظهر انسان بترويه عكس الفطره، تلوي الذراع عكس الفطره فيكسر الذراع. فالالتواء ده شيء سيء. لذلك انت لما بتيجي تسب انسان عايز تقول له انت كاذب او غيره، تقول له انت انسان ملتوي، انت انسان ملتوي. فالالتواء لذلك يلوون السنتهم بالكتاب، يعني معناها ايه؟ معناها ان هم يقروا بطريقه معينه كانوا منظومه شعريه، ثم الناس تخدع فيه ويظنون انهم كتاب الله. زي ما مسيلمة الكذاب عمل. مسيلمة الكذاب عمل ليه؟ مش كان يحاكي ايات القران ويعمل زيها ايات من عنده، زي ما قال الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وفي آيات تانية قال إيه؟ مش عارف، الحمام واليمام والطير الصوام لأبلغنا ملكنا العراق والشام. نفس بيشوف القرآن بيقول إيه؟ بيقلده ويبتدع من عند الله سبحانه وتعالى آيات، ويبتدع من عنده آيات ليست هو ما كانوا بيعملوا كده برضه. يعني عملوا منظومه شعريه وعملوا ايات عشان حتى يخدعوا الناس. فذلك منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب ليحسبوهم الكتاب. ومش بس اللي مش بس بان هم يدخلون في كتاب الله ما ليس فيه، لكن يحرفونه، يعني يتاولونه على غير تاويله، يعني يفسروا الايات بغير تاويله الحقيقي عشان يغيروا في احكام الله ودين الله. يبقى التحريف بطريقتين، اما انهم يدخلون في ايات الله ما ليس فيها ايات، زي ما جعلوا التحميم والجلد للزاني غير للزاني المحصن،
وزي ما حرفوا وغيروا ضلوا عن يوم الجمعة. فذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون إلى الجنة يوم القيامة، بيد أن الله سبحانه وتعالى هدانا إلى يوم الجمعة وضلوا عنه. فاتخذت اليهود السبت، واتخذت النصارى الأحد. فهدى الله الذين آمنوا لما فهدى الله الذين آمنوا لما فهدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى يوم الجمعة. فنحن السابقون الآخرون السابقون إلى الجنة يوم القيامة. إذن هو إن منهم لفريقين يقولون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله يقولون على الله الكذب هم يعلمون. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال يقولون هو من عند الله؟ لأن ممكن بعض الناس منهم يحصل لهم شك، يحصل عنده شك، يقروا الآية دي قدامهم، فلو حد منهم من الناس حصل عنده نوع من الشك أو شيء يقول له: أنت متأكد إن الكلام ده موجود في التوراة والإنجيل؟ متأكد إن الكلام ده من عند ربنا؟ يقول له: آه، الكلام ده من عند ربنا تأكيدا. يبقى لذلك ربنا قال: إن الذين يقولون إن منهم لفريق يقولون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وهو إن منهم لفريق يقولون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وهو ما هو من الكتاب. بعدين لما حد يسألهم: أنت متأكد إن الكلام ده موجود في كتاب، موجود عندكم في التوراة والإنجيل؟ ربنا قاله؟ يقول لهم: آه، ربنا قاله. لا يتورع فيقول ربنا قاله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب هم يعلمون. يبقى ربنا أول ما اتكلم عن إنهم ادعوا كذبا إنهم ليس علينا في الأميين سبيل، معلومش في المسلمين العرب زي اسم أو حاجة، إن هم لو سفكوا دماءهم، وبعدين جاب كل أنواع الأكاذيب والعهود اللي هم خانوها في الآيات، والقرآن ممتلئ بخيانات التي فعلها أهل الكتاب. ده تفسير مبسط لهذه الآيات، وآسف الإطالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، تشترك في الجرس وإشتراك في القناة لسلامكم كل جديد، وتساعدوني على نشر السنة النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.